يعطيكم الف عافيه. كان على بالي بهذه الحلقه المية نمضي وقت اكثر ونحكي، بس انعجقنا بسبب الباسكت بول اول نص ساعه. بقى هاي مناسبه لكم، شكرا على المية اللي قضيناها سوا. كان اليوم عندنا يعني بالاجتماع كان لازم نبحث قضيه كثير مهمه، هي مشاركه المراه بالعمل السياسي، وشو فينا نعمل لنكون نحن ضمن الحمله اللي موجوده بركه يعني بنحطها على الاجنده تبع الاجتماع الاسبوع المقبل. ومثل ما قلنا بأول الحلقة المقدمة إلى القصة تبع المقدمة، غير إنه لابس ذات التياب، هي إنه هيدي الذات المقدمة اللي قلتها بالحلقة رقم 1. بقى علي نحن وماشيين بالحلقة عمل مونتاج مع محمود مع محمود السيد، يعطيك ألف عافية. خلينا نشوفها من لكم، إلى اللقاء. الأكيد خسرنا الليلة عقبال المية، وصرنا بأول مية من بلا طول سيري. هيدي الحلقة الأولى، مساء الخير. هيدي الحلقة 100، مساء الخير. رح نضحي بالإثارة المجانية، ضحينا بالإثارة المجانية. رح نضحي بمواضيع تعباية الوقت وهم الريتنج والكلام المعلوك والمكرر، ضحينا بمواضيع تعباية الوقت وهم الريتنج والكلام المعلوك والمكرر لنربح برنامج محترم، لنربح برنامج محترم، برنامج بيعتمد الأخلاقيات الإعلامية والمهنية، برنامج بيعتمد الأخلاقيات الإعلامية والمهنية، وبرنامج بيحمل همكن وقضاياكن ليعالجها بكل جرأة، بكل موضوعية وبكل حب. ومن هونيك ورايح، خلي العالم تتفرج.